بما أنه في شهر أكتوبر وهو الشهر العالمي للتوعية من سرطان الثدي، وهو يهدف لرفع الوعي والحد من وصمة سرطان الثدي عن طريق التعرف بالأعراض والأسباب والعلاج منها. بنتحدث وياكم من خلال اسأل طبيب عن هذا المرض وأهمية الكشف المبكر اللي تساعد في الشفاء من هذا المرض. دكتورة ناهد بالعلم، مستشفى المفرق، إحدى منشآت الصحة. سرطان الثدي هو النمو الغير منتظم للخلايا الغير طبيعية، وهي اللي تنقسم داخل القنوات الحليبية، وقد ينتقل إلى أنسجة الثدي وفصوص الثدي، وتتكاثر هذه الخلايا بشكل غير طبيعي في أنسجة الثدي، مما يتيح له الانتشار عن طريق الغدد اللمفاوية وعن طريق مجرى الدم إلى الرئتين والكبد والعظام. الأعراض اللي تحس فيها المرأة هي شعور بكتلة في الثدي، التغير الخارجي في الجلد أو ملمس الجلد في الثدي، الإفرازات الغير طبيعية من الحلمة. ولذلك ننصح أو مجرد ما تلاحظ هذا الشيء عن طريق الفحص الذاتي أن تلجأ إلى الطبيب للتشخيص والفحص السريري والأشعة الماموغرام. طبعا جهاز الماموغرام هو عبارة عن الأشعة السينية المختصة بتصوير أنسجة الثدي، وتأخذ عن طريق الماموغرام صورتين مختلفتين لكل من الثدي، وذلك لضمان رؤية كاملة وواضحة لأنسجة الثدي، وتساعد في الكشف المبكر بعد الفحص الذاتي. ويعتبر جهاز الماموغرام آمن في مرحلة الحمل والرضاعة. هنا عندنا الألترا ساوند، وهو الموجات اللي فوق الصوتية، ويعتبر جهاز الألترا ساوند هو المكمل لتصوير الماموغرام. وعن طريق الألترا ساوند أيضا نأخذ عينة من الكتلة الموجودة في الثدي، وذلك لنتعرف على نوعية الورم الموجود في الثدي، والعينات ترسل إلى المختبر للتعرف عليها، وبناء عليه تبدأ مرحلة العلاج. طبعا أسباب سرطان الثدي، هو المرض ما له أسباب معروفة، ولكن هناك عوامل خطرة أو عوامل قد تؤدي إلى حدوث هذا المرض. ككونها امرأة هذا أحد العوامل، التاريخ والوراثة إذا أصيبت في هذا المرض من قبل أو أحد أفراد العائلة، العلاج الهرموني أو أدوية منع الحمل، الإشعاع، تعرضت لإشعاع في السابق، هذه كلها عوامل خطرة تخلينا ننصح بأن نفحص هذه المرأة أبكر. وطبعا كلما الفحص كان أبكر للمرأة كانت النتيجة أفضل للعلاج، بحيث نحن نكتشف المرض في مراحله الأولى لنضمن الشفاء من هذا المرض. طبعا الفحص الذاتي، الفحص السريري، الفحص بالماموغرام، هي الثلاث أعمدة للكشف المبكر لهذا المرض.